أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا، وهذه عناوينها: النيابة العامة تناقش تنفيذ إنزال عقوبتي الإعدام قصاصا والقتل، موقع أثري يتعرض للتخريب في زوارة، والاتحاد الدولي للرماية يختار بالدلة مرشحا لانتخابات لجنة الرياضيين. ناقش النائب العام الصديق الصور خلال اجتماعه مع وكلاء النيابة مقترح إنزال عقوبتي الإعدام قصاصا والقتل حدا ضد مرتكبي الحرابة والقتل العمد، مضيفا أن النيابة العامة شكلت لجنة لتمهيد هذا الإجراء. وصل إلى ميناء مالطا زورقان بحريان لأمن السواحل الليبية للمشاركة في التمارين البحرية المشتركة دولفين واحد، حيث يشمل التدرب على الإنقاذ والبحث بالطيران العمودي ومكافحة التلوث والحرائق واقتحام السفن ومكافحة الجريمة المنظمة. نفذ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جولة تفتيشية استهدفت المحال التجارية لبيع المواد الغذائية في مدينة أوباري، ضبط خلالها مواد غذائية منتهية الصلاحية وتمت مصادرتها وتحرير مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. كشفت مديرية أمن زوارة تعرض موقع أثري غرب شركة مليتا لأعمال نبش وتخريب، مضيفة أن الموقع تعرض للحفر والنبش والتخريب من قبل أشخاص يبحثون عن الكنوز، ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة. اختار الاتحاد الدولي للرماية الرياضي الليبي محمد بن دلة ضمن قائمة الرماة المرشحين لانتخابات لجنة الرياضيين باللعبة، مضيفا أن هذه الانتخابات ستجرى على هامش بطولة العالم للرماية بالعاصمة الأذربيجانية باكو. نهاية هذه النشرة، وإلى اللقاء.